مشاهدينا الكرام، ولقاء يتجدد معكم اسبوعيا، حلقة جديدة من برنامج افريقيا متابعة لكل الاخبار ومسجلات الاحداث في القارة السمراء. نبدأ معكم بطائفة من اهم واخر الاخبار في قارة افريقيا، لكن بعد الفاصل. نبدأ مع العاصمة السودانية الخرطوم، حيث أصدر الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة السودانية عقب اجتماع عقده مع رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بيانا أعلن فيه موافقة القادة العسكريين على أن تعين قوى سياسية مدنية أن تعين رئيس للوزراء ورئيس لمجلس السيادة. مع استمرار مساعي سفراء الرباعية الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات بغية دفع صوب حل للأزمة السودانية، أعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة أنه اتفق خلال لقاء عقده مع قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان على تسليم تشكيل الحكومة ومجلس السيادة إلى المكون المدني. دقلو شدد في بيان على التزامه هو والبرهان بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي والانصراف تماما لمهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون بعد تعيين حكومة مدنية. وقال إن الاجتماع الذي عقده مع البرهان أكد ترك أمر الحكم للمدنيين والالتزام بشكل قاطع بأن يتولى المدنيون اختيار رئيسي مجلس سيادة ووزراء مدنيين، معربا عن تطلعه لتوافق قوى الثورة على تشكيل حكومة مدنية بالكامل لاستكمال مهام الفترة الانتقالية بما يؤسس لتحول ديمقراطي حقيقي في البلاد. ومن المقرر أن يجري سفراء الرباعية اليوم السبت مشاورات مع قوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا في الخرطوم، ستتركز حول عودة الحكم المدني بقيادة الحرية والتغيير كحاضنة سياسية تختار رئيس الحكومة ليشكل حكومة من الكفاءات غير الحزبية. وكان الجيش السوداني تولى السلطة في أكتوبر الماضي منهيا اتفاقا لتقاسم السلطة مع الأحزاب المدنية المؤيدة للديمقراطية، مما أدخل البلاد في اضطراب سياسي واقتصادي. ولم تسفر جهود وساطة بذلتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ودول أجنبية عن حل. واجتمع البرهان الأسبوع الماضي مع سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات لمناقشة الحلول السياسية للأزمة، وقوبل مشروع دستور نشرته نقابة المحامين السودانيين في الأسابيع الماضية بالإشادة من جانب بعض الجماعات السياسية وكذلك من جانب دقلو. وتطالب الفصائل المدنية منذ أكتوبر الماضي بخروج فوري وكامل للجيش من الحياة السياسية، حيث تنظم الحركة المطالبة بالديمقراطية في السودان ممثلة في لجان المقاومة مظاهرة أسبوعية من المقرر أن تنظم أحداثها اليوم السبت في مدينة بحري. قالت القوات في منطقة تيجراي الإثيوبية إن قوات من إريتريا المجاورة شنت هجوما شاملا وإن قتالا عنيفا يدور في العديد من المناطق على طول الحدود. قتال عنيف تشهده منطقة تيجراي الإثيوبية في العديد من المناطق على طول الحدود مع إريتريا التي تشن هجوما شاملا على المنطقة وفقا لما أعلنته قوات تيجراي. المتحدث باسم الجبهات الشعبية لتحرير تيجراي والتي تخوض قتالا ضد القوات الاتحادية الإثيوبية وحلفائها منذ ما يقرب من عامين أكد أن إريتريا تنشر جيشها بالكامل وكذلك جنود الاحتياط، فحين تدافع قوات الجبهات للحفاظ على مواقعها في مواجهة قوات خاصة من منطقة أمهرة انضمت أيضا إلى الهجوم. الهجوم الجديد من شأنه أن يمثل تصعيدا في حرب تسببت بالفعل في نزوح الملايين وأشعلت فتيل كارثة إنسانية في شمال إثيوبيا. كانت الحكومة الكندية قد حذرت في وقت سابق من أن إريتريا تقوم بحشد قواتها المسلحة مع استئناف القتال في تيجراي في 24 من أغسطس الماضي في انتهاك لوقف إطلاق نار ظل ساريا منذ مارس. وأعلنت قوات تيجراي في وقت سابق من الشهر الجاري أنها مستعدة لوقف لإطلاق النار وأنها ستقبل بعملية سلام يقودها الاتحاد الأفريقي. كانت القوات الإريترية قد دخلت تيجراي لدعم الجيش الأثيوبي بعد اندلاع قتال بين الجانبين في نوفمبر من عام 2020 قبل أن تنسحب من معظم المناطق العام الماضي.
وللمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف السفير دكتور صلاح حليم نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية. برحب بحضرتك سيادة السفير. أهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين. نعم سيادة السفير، كيف تقرأ تطورات هذا الوضع الآن وما يحدث ما بين إثيوبيا والقوات الإريترية في ضوء أزمة ليست بجديدة، هي مستمرة منذ أكثر من عام؟ هو طبعا لا شك أن الأزمة هي أزمة، يعني أزمة ذات طابع إثني. إثيوبيا مكونة من أكثر من مجموعة إثنية، وتجراي إحدى هذه الإثنيات ونسبتها تعتبر نسبة ليست الكبيرة مقارنة بالإثنيات الأخرى، لكن في نفس الوقت هناك نوع من التفرقة الإثنية في ممارسة الممارسة اللي بيقوم بها نظام الحكم في إثيوبيا، وليس فقط هناك نوع من التمرد أو الثورة أو الرغبة في الحكم الذاتي الواسع، أو ربما يصل الأمر إلى تقرير المصير في مناطق أخرى زي منطقة الأوجدين مثلا أو منطقة أخرى زي الأورومو. هناك حركات تحرير موجودة في كل منطقة من هذه المناطق، بالإضافة أيضا إلى منطقة تيجراي وهي الأكثر سخونة. هناك 9 مناطق تقريبا تكون منها إثيوبيا. لكن في نفس الوقت لا شك أن ما يجري في منطقة تيجراي بصفة خاصة، لأن تيجراي أقلية وكانوا بيحكموا لفترة طويلة في إثيوبيا ولهم وزن وتأثير سياسي واقتصادي كبير، فضلا عن أنهم من الناحية العسكرية لهم يعني قوات تصل لحوالي 250 ألف عنصر ومدربة تدريب جيد ومسلحة تسليح قوي. لكن في نفس الوقت ما تطالب به التجري إقليم التجري من حقوق الحقيقة لا يجد صدى وتأثير من جانب إيجابي من جانب الحكومة المركزية، خاصة وإن إريتريا وهي مجاورة لمنطقة إقليم التجري، وكان هناك منطقة بدني وبعض المدن ذات السكان التجريين اللي تم إعادتهم إلى إريتريا بعد تولي أبي أحمد السلطة، فما زال لدى إريتريا أيضا، لأن هذه المناطق إقليم التجري بيطالب بها. للأسف الشديد العملية السلمية يعني تصعب وتهبط من فترة إلى أخرى نتيجة الموقف الحكومة المركزية اللي بتعتبر أن حركة تحرير التجري منظمة إرهابية، وبالتالي بتمارس نوع من العمليات العسكرية اللي بتتعاون فيها أيضا إريتريا معها. كان هناك برضو يعني ربما تطور أخير كان له تأثير شديد، هو أن بعض القوات أو العناصر من الصومال كانت بتتدرب في إريتريا، ويقال أن تم إشراكها مع القوات الإريترية في ضد القوات أو العناصر التجرانية، وهذه المجموعة من القوات الصومالية رجعت إلى الصومال. ونلحظ النشاط اللي موجود حاليا من جانب الجيش الصومالي في مواجهة حركة الشباب، ربما أحد أسباب هذا النشاط هو عودة هذه المجموعة وهي كانت مدربة وأصبح لها خبرة، خاصة وأن الرئيس الجديد اللي هو حسن شيخ محمود يعني كان أولويات وهي محاربة ضد حركة الشباب سواء عسكريا أو فكريا. نعم. لكن التطورات الجارية في تيجراي أعتقد يعني بتحظى بنوع من يعني محاولات من جانب الولايات المتحدة وقوى إقليمية ودولية، خاصة الولايات المتحدة أن يسود السلام وأن تبدأ مباحثات السلام، لكن السياسة التي تتبعها الحكومة المركزية أعتقد لا تؤتي ثمار في هذا الاتجاه. نعم سيادة السفير، يعني بحديثك عن الصومال أيضا، يعني ورد في الأنباء إعلان الجيش الصومالي السيطرة على عدة مناطق من التي تسيطر عليها حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة خلال عملية عسكرية بالتعاون مع السكان المحليين، والجيش الصومالي قال إن هذه العملية أسفرت عن مقتل عناصر من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها السيطرة على منطقة بوع وطرد عناصر حركة الشباب منها منذ 13 عاما. يعني كيف تقرأ هذا التطور الميداني في الصومال في ظل أزمتها المستمرة مع حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة؟
الحقيقة ما نشهده منذ تولي الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود، وهو كان رئيس سابق للصومال في الفترة بين 2012 و2017، وهي فترة شهدت يعني نشاط له فيما يتعلق بالقوى السياسية والمصالحات بينها وبين البعض. لكن الرئيس الأهل اللي جه تالي بيعدي والتي انتهت ولايته مؤخرا، للأسف الشديد الفترة اللي كان يتولى فيها الحكم كان هناك صراعات بين القوى السياسية والأقاليم الصومالية، قيادات الأقاليم الصومالية، فضلا عن نشاط متزايد لحركة الشباب إلى حد أنها كانت تقوم بعمليات متعددة في العاصمة مقديشو، رغم أنها كانت بتسيطر على منطقة الجنوب. بتولي حسن شيخ محمود السلطة وإعطاء الأولوية لمكافحة الإرهاب والتطرف عسكريا وفكريا، خاصة أنه قام بجولة فور تولي السلطة في بعض الدول الأفريقية والعربية ومنها مصر، وحظي بدعم وتأييد قوي في مكافحة الإرهاب وأيضا في دفع عملية التنمية. أنا أعتقد أن بتولي السلطة وهذا التوجه بجانب الدعم اللي وجد من بعض الدول في مواجهة الإرهاب وخاصة مصر، وخاصة أيضا أن هناك منظمة مجلس الدول العربية والأفريقية من شاطئها على البحر الأحمر اللي بتضم 8 دول من الدول الموجودة باستثناء طبعا السعودية وهي الدولة التاسعة. أعتقد أن هذا المجلس خاصة أن السعودية ومصر أعضاء الرئيسيين فيه، أعتقد أنهم وفروا له دعم في هذا الاتجاه، وبالتالي إذا استطاع أن هو مع المجموعات اللي رجعت من أريتريا كما أشرت أن يكون للجيش الصومالي نشاط قوي وإيجابي، وأن العمليات اللي بيقوم بها بشكل يؤدي إلى دفع هذه المجموعات إلى الوسط كما كانت من قبل. نعم سيادة السفير، في الشأن الصومالية أيضا يعني إلى جانب الشق السياسي هناك شق آخر إنساني، رابطة العالم الإسلامي بقيادة الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى قدمت مجموعة من المساعدات والمبادرات الإنسانية والإغاثية لشعب الصومال في ظل موجة الجفاف التي تتعرض لها، بالطبع استفاد منها الأسر الفقيرة والأيتام والأرامل، وشملت العديد من الأشياء منها توزيع الأغذية وصهاري مياه الشرب. يعني هذه الأزمة التي تعاني منها الصومال على الشق الإنساني، ويعني هناك اجتماع كان للجمعية العامة للأمم المتحدة بيتحدث أيضا عن أزمة الغذاء وأزمة الجفاف الناتجة يعني عن تغير المناخ. يعني كيف تقرأ هذه التطورات وضرورة أن تكون هناك وقفة دولية بشأن هذه القضايا الهامة أيضا الغذاء والمناخ؟ طبعا الصومال بيواجه أزمة إنسانية شديدة جدا، هناك ما يقرب من حوالي 3 مليون صومالي ربما أكثر من ذلك بيواجهوا مشكلة الغذاء بسبب حالة الجفاف التي يمر بها الصومال بصفة خاصة، واللي تأثيرها طبعا جاء من تغيرات المناخ بالدرجة الأولى، فضلا عن أيضا الحرب الدائرة في الصومال منذ 1991، فبتشكل نوع من التراكمات. لا شك ان الازمه في الصومال فيما يتعلق بالجانب الانساني كانت من ضمن اولويات ايضا حسن شيخ محمود، كانت هي رقم 3 بعد موضوع مكافحه الارهاب، ثم اجراء مصالحات بين القوى والاحزاب والقوى السياسيه اللي موجوده في الصومال، ثم جاءت موضوع الاولويه الثالثه كان موضوع الجفاف والاوضاع الانسانيه. لذلك هناك اهتمام اقليمي ودولي بمساعده الصومال نتيجه هذا العدد الضخم من الضحايا نتيجه القحط او الجفاف، وبالتالي موضوع الغذاء خاصه، وان ايضا ازمه الغذاء العالميه الناتجه عن الازمه الاوكرانيه وتداعياتها شكلت نوع من التراكم فيما يتعلق بهذه الازمه في الصومال. لا شك أن هناك دول عربية الحقيقة بتقوم بدعم الصومال في هذا الاتجاه، وخاصة دول الخليج، وأيضا من جانب مصر فيما يتعلق بدعم الصومال في مواجهة هذه الأزمة الغذائية وظروف القحط أو الجفاف. أشكرك السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، شكرا جزيلا لك. لقي 300 شخص على الأقل مصرعهم جراء أسوأ فيضانات اجتاحت نيجيريا هذا العام بسبب الأمطار الغزيرة وفيضان سد الكاميرون.
وصرحت السلطات النيجيرية أنه من المتوقع أن تتأثر 14 ولاية نيجيرية من الفيضانات، كما أجلت السلطات نحو 100,000 شخص من منازلهم وتم نقلهم إلى ملاجئ آمنة تحسبا من تزايد الأمر سوءا، حيث غمرت الطرق الرئيسية والشوارع غمرتها المياه وكذلك الأراضي الزراعية، ما ينذر بأزمة في الغذاء. تنتاب سكان مقاطعة ناكورو الكينية المخاوف من زيادة هجمات حيوان فرس النهر على الصيادين الذين يعملون في بحيرة نايفاشا بالمقاطعة. وكانت مساحة البحيرة قد شهدت زيادة هي الأكبر من نوعها خلال ما يقرب من قرن بسبب هطول الأمطار الغزيرة خلال عام 2019، مما تسبب في حدوث فيضانات في ذلك الوقت، إلا أن البحيرة اجتاحها حينئذ المئات من حيوان فرس النهر التي هاجمت الصيادين في البحيرة وتسببت في حدوث إصابات بالغة ببعض الصيادين الذين يضطرون إلى النزول للبحيرة بحثا عن الأسماك. بهذا نصل إلى ختام هذه المجموعة من الأخبار التي رصدت لآخر المستجدات في قارة إفريقيا، لكن موضوع حلقة اليوم نتحدث فيه عن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وما يتعلق بالأزمات التي ناقشتها هذه الاجتماعات، وكان من ضمن الحديث تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتغير المناخ على الأمن الغذائي خاصة في قارة إفريقيا، خاصة أنها أكثر البؤر تضررا من أزمة الغذاء. حول مشاركة القادة الأفارقة في هذه الاجتماعات وأهم ما نتج عنها فيما يخص قضية الغذاء وتغير المناخ، معي في هذه الحلقة الأستاذ عاطف صقر الكاتب الصحفي بالأهرام والمتخصص في الشؤون الإفريقية، سيحدثنا تفصيلا عن هذا الموضوع لكن بعد متابعة هذا التقرير. ألقت أزمة الغذاء التي سببتها العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا بظلالها على كلمات رؤساء دول وحكومات العالم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خاصة الدول الإفريقية. الرئيس السنغالي ماكي سال الذي يتولى رئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي دعا إلى خفض التصعيد في الأزمة الروسية الأوكرانية وإيجاد حل يتم التفاوض بشأنه لتجنب الخطورة الكارثية باندلاع صراع عالمي محتمل. منذ اجتماعنا الأخير أصبح العالم أكثر خطورة واضطرابا، وذلك بفعل البراثن المشتركة للاحتباس الحراري والمخاطر الأمنية والصحية والأزمة في أوكرانيا. وأشار ماكي سال إلى أن الإرهاب الذي يتزايد في القارة ليس شأنا إفريقيا فحسب، بل إنه تهديد عالمي تقع مسؤوليته الأساسية على عاتق مجلس الأمن الدولي، حيث إنه الضامن لآلية الأمن الجماعي بموجب ميثاق الأمم المتحدة. من جهته قال رئيس نيجيريا محمد بخاري في كلمته أمام الجمعية العامة إن التغيرات المناخية من شأنها تقلل فرص الازدهار للدول النامية. إن التغيرات المناخية تقلل من فرص الازدهار في الدول الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية وبعض الدول الأسيوية، وتساهم في رفع نسب الجريمة المنظمة العابرة للحدود. الإدارة النيجيرية الحالية تسعى إلى خفض الانبعاثات الحرارية ووضع استراتيجية لمواجهة التغيرات المناخية. كما شارك وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر الأطراف كوب 27 في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ المنعقد على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. واستعرض شكري المحددات التي تستند إليها رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر كوب 27، مؤكدا ضرورة معالجة الشواغل الإفريقية في مجال المناخ بما في ذلك تنفيذ تعهدات المناخ والتحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر.
مرحبا إذن بضيفي في هذه الحلقة الأستاذ عاطف صقر، الكاتب الصحفي بالأهرام والمتخصص في الشؤون الإفريقية. أستاذ عاطف، برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا أستاذ عاطف، يعني هناك تركيز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على أزمة الغذاء وتداعياتها الخطيرة على قارة إفريقيا. أسباب تفاقم هذه الأزمة بداية من وجهة نظرك في القارة على مدار السنوات ما هو؟ طبعا معروف ان الانبعاثات الحراريه، الانبعاثات اللي هي الضاره بالبيئه، يعني ترتب عليها ارتباك في المناخ العالمي. فشهدنا في القاره الافريقيه يعني سنوات متتاليه من الجفاف في مناطق زي الصومال واجزاء من اثيوبيا ومن كينيا. شهدنا على النقيض من ذلك يعني فيضانات في تشاد، وحاليا فيضانات في نيجيريا. هذا شارك في التأثير على الإنتاج الزراعي من خلال أن قلة الأمطار تؤدي إلى موت النباتات، وبالتالي هلاك الماشية، وبالتالي قلة فرص عمل السكان، وبالتالي نزوح السكان وتدهور يعني حياتهم وحالتهم الصحية. فده كان جزء من الأسباب التدهور المناخي في أجزاء من القارة الأفريقية. طبعا في مقابل ذلك في دول يعني قامت بجهود للتكيف المناخي بمشاركة دول العالم، يعني في المجال الزراعي مثلا تم اختيار تم تزويد بعض الدول ببذور نباتات مقاومة للجفاف. أيضا مسألة يعني اتفاقية التجارة الحرة دي ممكن تساهم في تدفق السلع الزراعية، وبالتالي تعوض يعني جانبا من النقص توفر المنتجات الزراعية للسكان. اللي عام برضو عامل آخر ساهم في التدهور البيئي اللي هو عدم والضعف الاستقرار السياسي في بعض دول القارة الأفريقية، وبما في ذلك مساهمة الحركات الإرهابية اللي بتشتبك يعني مع حكومات دولها. يعني ضعف الاستقرار السياسي بيترتب عليه انشغال يعني حكومات الدول يعني بأنشطة متصلة بمواجهة ضعف الاستقرار السياسي، وبالتالي يقل اهتمامها بالجوانب البيئية، بيقل اهتمامها بالاتصال بالعالم. برضو عامل آخر اللي هو ضعف التنفيذ الدول الغنية لالتزاماتها تجاه الدول الأفريقية. يعني في التزامات من الدول الغنية اللي بها جزء كبير من الانبعاثات الضارة بالبيئة، في التزامات مالية بأن تساعد يعني بعض تساعد الدول الأفريقية في مواجهة التغير المناخي وفي عملية التكيف المناخي، لكن هذه الالتزامات المالية لم تكن يعني كاملة. فده أثر برضو على أداء على قدرة الدول الأفريقية، باعتبار أن هذه الدول يعني أقل، القارة الأفريقية أقل قارات العالم يعني مساهمة في الانبعاثات الاحتباسات الحراري المضرة بالبيئة، لكنها تعاني من يعني نقص المياه، تعاني من نظم زراعية غير كفوءة. نعم. ومما يترتب عليه ان هي بتستورد الجزء الاكبر من الغذاء من دول العالم، ولهذا هي تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية الأخيرة، باعتبار ان روسيا وأوكرانيا يعني دولتان تساهمان بجزء كبير في تجارة الحبوب والمواد الغذائية في العالم، وبما في ذلك طبعا الأسمدة اللي هي بتستخدم في العملية الزراعية وفي الحفاظ على البيئة. يعني أزمة الغذاء كما حضرتك ذكرت ليست بالجديدة بالفعل، وعلى مدار السنوات دائما كنا نسمع أزمة الغذاء في الصومال وفي غيرها من الدول. لكن رغم الإمكانيات المتوفرة لدى القارة، لماذا تعجز حتى الآن عن توفير غذائها؟ يعني مع وجود مبادرات عدة، مع وجود محاولات من قبل المؤسسات الموجودة والمنظمات المختلفة الموجودة داخل أفريقيا، إلا أنها لم تنجح في تحقيق ذلك حتى الآن.
طبعا سبب رئيسي ل يعني ل ل ل لضعف نجاحها يعني ان هو التزايد السكاني. يعني في تزايد سكاني بمعدلات مرتفعه في الكثير من الدول الافريقيه، يعني اثيوبيا بتتضاعف، نيجيريا وهكذا. يعني نسمع ان مثلا دوله كان عدد سكانها من كام سنه 7 ملايين والان 15 مليون. وفي توقعات مخيفه، يعني من زي ما حضرتك عارفه ان مش عارف 2030 2025 2050 في توقعات مخيفه لبعض اجزاء من القاره الافريقيه بزياده سكانيه يعني تفوق معدلات التنميه وتفوق، وبالذات في المجال الزراعي. ده سبب. السبب الثاني النظم الزراعيه ما زالت يعني قديمه، لان النظم الزراعيه مرتبطه بحضاره بتقدم الدول، والدول الافريقيه يعني متفاوتة التقدم، لكن يغلب عليها أنها دول يعني نامية أو أقل يعني. فأيضا زي برضو مسألة الحروب والصراعات برضو بتقلل من عملية التنمية، وبالتالي بتقلل من إنتاج الغذاء، بل إنها يعني زي مثلا ما حاصل في الصومال ان حركه الشباب اللي هي الارهابيه بتعوق وصول الامدادات الغذائيه. يعني بيبقى في مساعدات دوليه لكن بيتم اعاقتها يعني بسبب من اجل معاقبه السكان، من اجل فرض السيطره على السكان. كل ده بيساهم في ضعف قدره بعض الدول الافريقيه في يعني مواجهه مشكله الغذاء. أمام التحديات اللي بتواجه العالم أجمع بسبب قضية المناخ وغيرها من القضايا، يعني كيف يمكن للقارة أن تعتمد على إمكانياتها ومواردها إلى حد ما في حال مثل هذه المشكلات، خاصة مع حديث سيادتك عن فكرة تقاعس الجهات الدولية في بعض الأحيان عن الالتزام بالوعود التي أوفت بها سابقا؟ طبعا بالنسبة للجانب المالي لابد ان دول افريقيا تعتمد على مواردها الذاتية، يعني بمعنى ان تعتمد على زيادة المدخرات المحلية، تعتمد على زيادة الضرائب، تعتمد على ما يعرف بصناديق الصناديق السيادية، فده هيوفر لها تمويل ذاتي. ايضا ان الدول الافريقيه بها موارد طبيعيه لم يتم استثمارها، زي الغاز المسال، زي يعني حاليا دلوقتي الصومال بتتحدث عن انها بتعرض مناطق او مناطق يعني استكشافيه لاستخراج الغاز، ومن اجل لان طبعا الغاز له عائد مالي، فبالتالي هيوفر نوع من الدخل الاقتصادي، هيوفر نوع من الحماية البيئية باعتبار انه يعني قليل الضرر يعني بيئيا. فالمسألة المالية ممكن تكون من خلال هذه الموارد، ويعني ده فيما يتعلق بالمسألة المالية اللي حضرتك اشرت اليها. نعم. فيما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على قارة أفريقيا بالتحديد، يعني على المدى البعيد كيف تقرأ خطورة هذه التداعيات، وما الذي يمكن أن تصل إليه الدول خاصة الأكثر فقرا في القارة؟ طبعا تداعيات الأزمة الروسية على القارة الأفريقية، أولا فيما يتعلق ب يعني وقف الغاز الروسي اللي هو المتجه الى اوروبا، ده بيؤثر له تاثيرات بيئيه من خلال حرمان البيئه من الغاز المسال اللي هو اقل ضررا بالبيئه، وبالتالي يعني الانبعاثات اللي هي الضاره هتؤثر على المناخ العالمي بما في ذلك الدول الافريقيه. لكن في دول بتستطيع ان هي تتكيف، عندها قدرات ماليه للتكيف مع يعني هذه المضار، لكن الدول الافريقيه قله مواردها بيترتب عليها ان هي بتعاني منها. ايضا فيما يتعلق بالجانب الغذائي يعني هتتفاقم المشكله الغذائيه، لان الدول الافريقيه اعتمدت بشكل كبير على دولتين، يعني في دول معتمده 50%، وايضا الدول الاخرى اللي كانت بتصدر امتنعت، بعضها امتنع عن التصدير.
وزي ما قلت لحضرتك زي ما قلت من قليل ان التزايد السكاني غير المدروس ده بيضغط على احتياجات الدول الأفريقية، فضلا عن الكوارث البيئية الخاصة باستمرار مواسم الجفاف وضعف المحاصيل الزراعية أو الفيضانات وتدمير المحاصيل الزراعية أو ضعف الاستقرار السياسي والانشغال بالتسويات السياسية بدلا من الانشغال بالتنمية الاقتصادية ومواجهة الأزمات الزراعية. فبالتالي تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية يعني تأثير خطير خلال الفترة القادمة، خصوصا أنه يتضافر مع اعتبارات محلية أفريقية ومع أيضا اعتبارات دولية. نعم أستاذ عاطف، دعنا نتابع فاصل يحمل المزيد من التفاصيل عن أبرز ما جاء في هذه الاجتماعات بخصوص هذه الأزمة، ثم نعود لمتابعة اللقاء. أرحب بكم مجددا. وأستاذ عاطف، يعني هناك دعوات من قبل عدد كبير من المنظمات غير الحكومية لقادة العالم لاتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة أزمة الغذاء العالمية، لكن التحركات بالتأكيد الأممية ليست دائما كافية. كيف ممكن أن يحدث نوع من أنواع المشاركة ما بين القيادات السياسية وما بين أيضا مؤسسات المجتمع المدني لحل هذه الأزمة خاصة في دول القارة؟ يعني هو طبعا العلاقات السياسية بين الدول لها تأثيرها على هذه الأمور، وللأسف الوضع الحالي الدولي طبعا العلاقات ما بين الصين والولايات المتحدة وروسيا، علاقات وأوروبا للأسف الشديد علاقات يعني متوترة بسبب سواء أزمة تايوان وبسبب الحرب الروسية الأوكرانية، فده يعني هيعوق قدرة العالم على يعني مواجهة الأزمة المناخية والغذائية. وبالتالي فحركة منظمات المجتمع المدني يعني هي هتتأثر أيضا في هذا الموضوع، ولكن يمكن ل يعني المنظمات اللي هي الدولية التابعة للأمم المتحدة إن هي تواصل دورها، وإن كان البيانات الصادرة عنها بتشير إلى نقص التمويل الواصل إليها، لأن جزء من التمويل اللي كان مخصص للمساعدات يعني تحول إلى اللاجئين الأوكرانيين. إن هو بدلا بعد أن كان هناك يعني اهتمام أو يعني تفرغ لمشكلة زي الصومال أو غيره، دلوقتي طبعا في اولويه للاجئ يعني اللي هو الاوكراني باعتباره لاجئ اوروبي يعني. نعم. وداخل فيه او ضحيه صراع ما بين قوتين متصارعتين تقليديتين زي روسيا من ناحيه وامريكا واوروبا من ناحيه اخرى، فهو يعني الامور يعني ليس هناك بديل عن أن الدول الأفريقية هي تعيد النظر في طرق مواجهتها للأزمات الحالية، تسعى إلى تحقيق استقرار سياسي داخلي، تسعى إلى الاعتماد على يعني موارد شعوبها من الناحية الاقتصادية، وتسعى إلى السلام فيما بينها،
يعني تنتهج النهج اللي أخذته أوروبا بعد ما خرجت من الحرب العالمية الثانية. طيب أخيرا نتحدث عن مفهوم التكيف، هناك حديث عن ضرورة يعني تكيف المجتمعات مع الأوضاع الحالية من خلال تغيير ربما الأنماط الخاصة بالغذاء، تغيير الأنماط المختلفة الخاصة بالزراعة وغيرها. مفهوم التكيف كيف يمكن أن يتحقق في قارة أفريقيا للتعامل مع أزمة الغذاء؟ يعني طبعا بالنسبة لأزمة الغذاء تعتمد أساسا على توافر موارد زراعية، ده يتم من خلال يعني مراحل الزراعة المختلفة، من أول البذور اللي هي ممكن أن تقاوم الجفاف، باعتبار أن أفريقيا فيها مناطق بتعاني من ندرة المياه، وباعتبار أن في دراسات بتشير إلى أن المناطق الكثافة السكانية الأفريقية يعني موجودة في حزام ندرة المياه أو ما يعرف بالإجهاد المائي، يعني الإجهاد المائي بمعنى أن المياه يتم تكرارها أكثر من مرة، ويتم أن أو استخراج مياه عذبة ثم وراها مياه مالحة بالنسبة للمياه الجوفية. أيضا مسألة الحفاظ على المحاصيل، مسألة الحفاظ على المحاصيل في وبرضه مرحلة الاستهلاك، يعني مفروض ان برضو الشعوب الأفريقية تقلل تستهلك ما تحتاجه فقط، يعني مسألة اللي هو الهالك في الاستهلاك عالي جدا. وطبعا احنا في مصر عندنا المشكلة دي. برضو مسألة أساليب الري، يعني الري ان هو بدل الري من الغمر لابد من اللي هو يبقى فيه ري بالتنقيط، لان الري بالتنقيط ممكن يروي مساحه اكبر وينتج محاصيل اكثر يعني بنفس كميه المياه. نعم بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا استاذ عاطف صقر الكاتب الصحفي بالاهرام والمتخصص في شؤون الافريقيه، شكرا على وجودك. شكرا لحضرتك وعلى السيد المشاهدين. شكرا جزيلا. ومشاهدينا لقاء يتجدد في الاسبوع القادم، حلقه جديده من برنامج افريقيا وموضوعات اخرى جديده، فالى اللقاء.